هاخد القلب والكلاوي اقطعهم زي ما حضراتكم شايفين كده قطع صغير كده يعني. اوكي اهو دي مثلا اهو ادي قلب مثلا وادي كلاوي وهكذا. هاخد بقى القلب والكلاوي ده واحطهم هنا كده. طبعا لازم ايه بعد ما يتقطعوا يدرس له كويس قوي ويتصفوا صفوا تماما يعني. هحط توم مفري او توم مفروم او توم اللي شايفينه ده معلقه كبيره على قلبه وكلوتين ضاني، وهحط معلقتين من الصغيرين كده من الكزبره الناشفه، معلقتين صغيرين يعني مترعمين اللي هم يساوي 3 معالق تقريبا صغيرين، وهنحط شويه ملح، وهحط شويه فلفل نص معلقه تمام، واحط فلفل حار. هنقلب الكلام ده مع بعضه كله وبعدين ايه واسيبه شويتين قبل ما اعمل اللي عايز اعمله. احط لها شويه زيت صغيرين علشان نعرف نقلب الدنيا دي مع بعضها. اوكي يلا هنقلب الكلام ده كله مع بعضه مع بعضه مع بعضه. الليه انا معايا ليه، والليه متقطعه مكعبات صغيره. طبعا ليه عشان اقطعها واعرف اشتغل عليها لازم تكون مش مجمده قوي يعني، لكن تحط يعني في فريزر مثلا كده ربع ساعه ولا ثلث ساعه، او تبات في الثلاجه وتكون يعني المهم تكون ماسكه نفسها عشان اعرف اقطعها، والا هتعذبني جدا. طيب هناخد بقى الليه دي هكذا واحطها على النار واسيبها على النار لما تسيح وتقرمش زي ما حضرتك شايفين كده. هاخد بقى ووك تاني وابتدي انزل ده. يلا بينا يلا بينا. واحط معاها شويه البصل يتحمروا معاها. يلا يا عم كفايه ونقلب كده. ايه البصل شوح وكده الميه استوعبت وخلاص. معلقتين خل تفاح معلقتين كبار، ونقلب الكلام ده كده. تمام تمام يا عم تمام يا عم. هناخد بقى ايه معلقه صغيره نشا. تعال ناخد المعلقه دي اهي ونحطها على كوبايه عصير العنب الاحمر ونقلب ونحط العصير بالنشا خلاص تمام. ونحط هذا الثوم المشوي راس ثوم كده ايه مشوي خلاص. تعالوا نسيبها كده 3 دقايق تغلي.